يعطيكم العافية. الله يعافيك طال عمرك. من وين الأخ؟ من مصر. مصر الجميلة. الله يبارك فيك. من وين مصري بعد؟ من أسوان. من أسوان؟ أجدع ناس. كرم كرم سوق شرق ها؟ أنا أشهد أن سوق شرق كريمين. أنت الأكرم. حبيبي الكويت كلها أهل كرم صح؟ أهل كرم ما شاء الله. شفت هاي مالت الحضر اللي يعطي قهوه ماشي، ولا شفت هذا الهندي اليوم خلص الاكل كان يهز الصينيه على باله ايه هندي رايح عند بدو، عطوه هذا قال له لما تخلص هز الكوب يعني خلاص، فعاد هو كله خلص كان يهز الصينيه. مساكين هنادو. هذا نفس الشيء الهندي اللي راح حق عزة، فيوم طلع كان يقول يا جماعة أحسن عزة عزاكم. يقولك مشيو طراقات العزة. ما راح أكل حلو غير هذا. تسلم. من الحلو؟ أنت الحلو كله. سمعت مصور؟ من الحلو من الحلو؟ أنت الحلو كله. لا والله من ذوقك، لأن أنت عيونك أصلاً حلوة. بس السؤال هالايام الناس تسوي عمليات تجميل، ف هل مثلا ما يمشي؟ اي صح صح، يضل عدل لازم كله على طول. هو تجميعاته ماكو عوي الحين، كله عدل كله عدل يسوون تجميل. ابغى اشوفه. ودي بنت والله زين. الزوجات ما يضيع. في بيتر طقيت سعيد او ضربت سعيد؟ ايه شلون؟ زعل مبارك. ضربت سعيد زعل عيد. غير عيد مبارك. مبارك ايه صح. في احد غششك؟ قول صدق صراحه. اول مره اسمعه، اول مره يمر علي. والله ما ادري. ضربت سعيد وزعل عيد مبارك. مو سامع هالمثل بعد؟ لا بعد مو سامع. انت الظاهر مو عايش بالكويت. من عايش انت؟ لا عايش بالكويت. نفترض الحين انت هذه دشداشتك اطول منك، شو تسوي فيك؟ تطيح كعبلك. كعبلك حلوه صح. ما شاء الله محمد، كم طولك؟ 192. 192 شي زين. بعد الحين طب انزل. لا ما انت لا تنزل، انا اصعد لك. لا الحين عندنا أمثال كويتية بسيطة. تفضل. 10 أمثال، كل مثل بتجاوبه حدي لك دينار. قبل لا نبتدي الأمثال بقول لك شغلة بس لا تزعل. لا أبدا. محمد صلاح؟ آه. مش حينفع. ليه؟ بس شيء رأيي الشخصي. دبش. واحد دبش فيه يعني ما معناه انه دفش دفش يعني. دبش مو دفش، يقبض من دبش يعني راحت عليك فلوسك. ها حجام وهم رصاص. رصاص شنو؟ دماء. عم يوسف كم عمرك؟ 75. ما شاء الله 75. يعني انت ملحق على عبد الله السالم؟ اي عبد الله السالم توه بس 75. المرحوم عبد الله السالم توه؟ اي توه. عزلك 64. انت بالنسبة لك غير بالنسبة لي، انا ولا صباح السالم. انا الله يرحمه الشيخ جابر، وهذا هو. الله يعطيك العافية ويطول عمرك. الشعر كنا منكوش. وين الجل؟ ما في. بالبيت. طالع بدون جل. ناصي بالبيت ما عليك. ايوه حركة. شربتك انا ترى. كنت مكير قبل. كان مثل قبل. حتى انت يعني قاعد تعيب. شو الاريل عندك شو؟ تريك. تعال 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 قاعد تغشمر. وين راح؟ تعال حياك. زعل شوف شوف زعل بوريل.
جزاكم الله خير على البرامج الطيبة والترويحية. تسلم تسلم. غايتنا بالنهاية مو بس يعني تسلية وناس، أهم نبي واحد يستفيد. جزاك الله خير. جزاك الله خير. مثل الكويتي بمكانه صح؟ نعم صحيح، بالوقت الحالي فعلا. وترى على فكرة الكويتيين أمثال الكويتية، والكويتيين قدماء، أنا دائما أقولها حكماء. حكماء صحيح. والشيء اللي يقولونه مكانه مكانه. كيشة مع نواف وتستاهلون كل خير. يعطيك العافية. يعطيك العافية وكل سنة وانت نواف. لا لا احنا نطالع هني والكلام موجه. كافو. كل عام وانتم بخير، وعسى الله يديم علينا الأمن والأمان في بلادنا اللي شفنا كل خير فيها صراحة، وعسى الله يتمم عليكم الصحة والعافية. أنا أحسدك على نفسيتك الطيبة. الله يسلمك. عسى الله يتمم عليك صحتك وعافيتك إن شاء الله. الله يعطيك العافية. بعد رأسي. أنا أشوفكم بعدين حبايبي.